طيب احنا كنا بنتكلم على ان الجرامر لازم نعمله left recursion elimination، لان احنا شفنا ان الريكرجن ممكن يدي infinite looping، وان احنا بنعمل matching مع البروجرام، اللوكاهات بتاعت البروجرام بتبقى matching من left hand side بتاعت الرول. فالطبيعي ان انا لو عندي left recursion ده هيعمل مشكلة، فانا كنت عايزة اتخلص من left recursion. اتخلصت من left recursion بالرول العادي هنا، بإني أنا عملت البارت دي الـ A خليتها B بيتا R، والـ R ألفا R والأبسون، والـ R دي كده الرول بتاعها فيه رايت ريكيرجن. قلنا رايت ريكيرجن مش هيعمل لي مشكلة زي اللفت ريكيرجن، فكانت أي حاجة مكتوبة بالشكل ده ليفت ريكيرسيف بنحولها، بنقول إن البارت اللي جنب الـ A اسمها ألفا، وأي حاجة تانية ما فيهاش A اسمها بيتا، فبنقول الـ A إيكوال بيتا R، لأن إحنا شفنا لما جينا نعمل substitution في التري لقينا نفسنا عمالين نكرر الالفا، وبعدين الستوبنج بوينت بقت ان احنا نحط البيتا، فبقى عندي دايما الـ A equal بيتا وجنبها اي عدد من الالفا. اي عدد من الالفا دي عبرنا عنها بان هي الـ R can have the form of alpha R or epsilon. بعدين قلنا to generalize the rule ممكن يكون عندي اكتر من الفا واكتر من بيتا بالشكل ده، فهطبق نفس الرول بس البيتاز مختلفه، ممكن تكون بيتا 1 وبيتا 2. برضه هنا الـ A داش دي مكان الـ R، والA داش كان have the form of alpha any alpha، طبعا احنا عندنا عدد من الالفاز برضو alpha A داش or epsilon. يبقى هو نفس الرول بس البيتا فيه احتمالات كتير والالفا فيها احتمالات كتير. في حد عنده مشكلة لحد هنا؟ طيب قلنا كمان في example هنا بيوضح لي ان left recursion ممكن يظهر لي حتى لو indirect. البرودكشن بتاع الA ده ظاهر لي فيه ان الـ A is left recursive، تمام؟ انما البرودكشن بتاع الـ S الـ two alternatives اللي عندي مش مبينين لي ان الـ S is recursive، لكن actually الـ S can be recursive. ليه؟ لان انا لو عملت substitution هنا مكان الـ A حطيت S دي، فهتظهر لي الـ S هنا على الشمال، فستيل الـ A production هنا الـ S production is left recursive، تمام؟ فانا عشان اشتغل على left recursion elimination direct and indirect المفروض ان انا اطبق الجوريثم. الالجوريثم ده جاست ان انا بمشي على النون تيرمينالز بتاعتي برقمها، تمام؟ وكل واحد بعد كده بمشي عليه بدوره اعمله ليفت ريكرجن اليمينيشن. يعني سي مثلا في الاكزامبل اللي قدامي ده اس هتبقى نمبر 1 والاي هتبقى نمبر 2، طبعا لو عندي اي عدد اكبر من كده هرقمهم بنفس الطريقه، تمام؟ كل واحد بمشي عليه ببتدي بعمل ايه؟ يعني الاول طبعا هبتدي بالاس، المفروض ان انا ابص على الرايت هاند سايد بتاعت الاس دي، واي نون تيرمينال ظهر لي قبل الاس هعمل سبستيوشن ليه. فهنا الحكايه ان الاس هي اول واحده، فمش هعمل سبستيوشن لحاجه، حتى لو كان ظهر لي اي عدد من النون تيرمينالز هنا مش هعمل سبستيوشن، لان الاس دي اول نون تيرمينال اشتغل عليه. فهبتدي اشتغل على الاس دايركتلي بان انا اعمل ليفت ريكيرجن اليمينيشن. قدامي هنا رول بتاع الاس ما فيهوش اصلا ليفت ريكيرجن، فهكمل على رول بتاع الاي اللي هو نمبر 2. فالالجوريثم بيقول لي ايه؟ اولا رقم النون تيرمينالز، تمام؟ ابتدي مع اول واحد، طبعا اول واحد ما فيش حد قبليه، فبما ان ما فيش حد قبليه يبقى انا مش هعمل خطوه السبستيوشن دي. يعني انا نورمالي بمشي في كل نون تيرمينال ببص على الرايت هاند سايد بتاعته وسبستيوت كل النون تيرمينالز اللي قبليه رايت هاند سايد. يعني انا لو كان عندي هنا نون تيرمينال قبل الاس موجود كنت عملت له سبستيوشن بالرايت هاند سايد بتاعته. بما ان الاس اول واحد فكل اللي عامله ليفت ريكيرجن اليمينيشن فور اس. اساسا الاس عندي ما فيهوش ليفت ريكيرجن زي ما هو مكتوب كده، ما فيهوش ليفت ريكيرجن. فهكمل على نمبر 2، هاجي عند الاي هشتغل هنا، الاقي ان الاي متعرفه ان تيرمز اوف اس، والاس ده موجود قبل الاي. فاول خطوه هعملها قبل الليفت ريكيرجن اليمينيشن ان انا هشيل الاس دي وهسبستيوت بالرايت هاند سايد بتاع الاس اللي هو اي اي اور. يبقى دي اول خطوه. لو عندي اكتر من نون تيرمينالز تانيين هعمل نفس الحاجه، تمام؟ يبقى كل نون تيرمينال بخش عليه ان انا عايز اعمله ليفت ريكيرجن اليمينيشن، قبل الليفت ريكيرجن اليمينيشن بعمل سبستيوشن في الرايت هاند سايد بكل النون تيرمينالز اللي جم قبليه. زي ما قلنا اول خطوه هنا ان انا سبستيوت فور اس، وبعد ما سبستيوت فور اس هبتدي اعمل ليفت ريكيرجن اليمينيشن اللي هو الاس. هنا الاي اهي بعد السبستيوشن هتبقى شكلها كده. الاس هتقعد زي ما هي ما فيهاش ليفت ريكيرجن، احنا سيبناها كانت نمبر 1. انما الايه لما اشتغلت عليها عملت سبستيوشن الاول، وبعد ما عملت سبستيوشن ابتدي اعمل ليفت ريكيرجن اليمينيشن. لما اعمل ليفت ريكيرجن اليمينيشن فين الالفا وفين البيتا؟ حد يقدر يقول لي فين الالفا وفين البيتا في الرول بتاع الايه ده؟
تمام يا جماعه، انا بتكلم على ليفت فاكتورنج. اوكي، عندي البارت دي لقيتها انها كومن فخدتها. لما خدت الكومن بارت دي، بدل ما هقم اللوك اهيد كان هيخليني اضطر اعمل الديسيجن بدايه من الترم الاولاني اللي انا مش شايفه فيه اختلاف ده، انا لما خدت الكومن فاكتور ده انا اجلت الديسيجن بتاعتي لحد ما وصلت هنا. طب تاجيل الديسيجن ده فادني في ايه؟ فادني في ان انا قدرت امشي في الانبوت بروجرام. هو الانبوت بروجرام ده انا عمال اماتش مع اللوك اهيد، اماتش الحاجات اللي جايه لي دي مع اللوك اهيد، وكل اللي جاي لي up to these points are common. تمام؟ انا قدرت امشي في نفس الباث من غير ما اعمل اي decision، وامشي كمان في البروجرام وماتش معاه لحد ما وصلت للنقطه دي. بقى عندي لوك اهيد مختلف، بقيت ماشيه في البروجرام، وصلت لستيب مختلفه جوه البروجرام، ما بقتش في البدايه، بقيت في ستيب هنا متقدمه شويه، يعني مشيت شويه على اللوك اهيدز وعملت ماتشنج للبارت الكومن دي كلها، وبقيت في ايه؟ في لوك اهيد جديد هنا. اللوك اهيد الجديد ده هو اللي هيساعدني ان انا اختار ده ولا ده. انما لما انا كنت في بدايه البروجرام خالص وكنت واقفه عند كلمه اف، اكشلي انا ما كنتش هقدر اديسايد امشي هنا ولا امشي هنا. اوكي، فانا كل اللي عملت ان انا اجلت الديسيجن ان انا امشي في ويتش برانش اب تو سم اي كان ديسايد. اوكي، طبعا اللوك اهيد اللي هنا اي اكسبكت ان هي ممكن تكون else او اي حاجه تانيه. لو كانت else يبقى انا هختار دي، لو اي حاجه تانية يبقى هفترض ان هي epsilon وان هي الستيتمنت داش كده خلاص خلصت مش موجوده، وان انا كاني مشيت على الاوبشن الاولاني ده اللي هو if expression then statement. تمام، يبقى انا باجل الديسيجن بتاعتي by using left factoring. انا طول ما انا بعمل top down parsing مش عايزه اي حاجه في اللفت هاند سايد تكون common، لان ببساطه اختياراتي مبنيه على الحاجه اللي موجوده على اللفت في البرودكشن. كل ما البرودكشن يكون واضح ويكون disjoint كل ما البارسينج هيكون اسهل. طيب احنا بنشتغل في التوب داون بارسينج على بروسيجر، جنرال بروسيجر اسمها ريكيرسيف ديسنت بارسينج. ريكيرسيف ديسنت بارسينج دي از موست جنرال بروسيجر اللي هي بتعتمد على ان كل نون تيرمينال في الجبل بيبقى ليه بروسيجر لوحده منفصله، والبروسيجر دي بطبيعتها ريكيرسيف، بمعنى ان النون تيرمينال اللي اسمه ستيتمنت انا اقدر اعرفه بنفسه، اقدر اعرف ان ستيتمنت كان هاف ذا فورم اوف اف اكسبريشن ذان ستيتمنت، فهي متعرفه بنفسها. تمام، فريكيرسيف دي بيعتمد على انه معرف كل نون تيرمينال في الجمل از ا بروسيجر، وهو it is the most general parsing method. فمحتمل ان انا اعمل باك تراكنج، يعني هو في اوبشن بتاع ترايل اند ايرور ان انا ممكن اجرب سام برودكشن وبعدين اجي احاول اماتش مع البروجرام استك في نقطه ما اقدرش اكمل وارجع تاني اجرب انذر برودكشن. يبقى في باك تراكنج اللي هي فكره الترايل اند ايرور. فنبص كده حاجه زي كده مثلا ريكيرسيف ديسنت بارسنج، في مجموعه بروسيجرز، وان بروسيجر فور افري نون تيرمينال بالشكل ده. دي بروسيجر فور نون تيرمينال اسمه ايه؟ بتقول لي ايه البروسيجر دي؟ ببساطه بتقول لي ان انت لما تبقى واقف في التري عند حته كده والاي هو اللي عليه الدور تو بي اكسباندد، اشتغل على البروسيجر دي. احنا عارفين ان احنا شغالين التوب داون ليفت موست ديريفيشن. يعني ايه ليفت موست ديريفيشن؟ يعني الان اكسباندد نون تيرمينال اللي على الشمال ببتدي بيه الاول، فانا ات اني بوينت عارفه مين اللي عليه الدور، اللي عليه الدور ده بروح للبروسيجر بتاعته واشتغل عليه. فين النون تيرمينال اللي اسمه ايه؟ هو ده اللي عليه الدور. انا عارفه ان في الجرامر عندي في بروسيجر زي دي لكل نون تيرمينال، كل ما واحد يكون عليه الدور تو بي اكسباندد اروح انادي البروسيجر بتاعته. تمام، فانا هنا واقفه سي ان الاي دي كنفسها كانت الستارت سيمبل مثلا، فانا باديه بيها وعايزه اعملها اكسبانشن، هروح عند البروسيجر بتاعتها بتقول لي ايه؟ بتقول لي شوز ان اي برودكشن. انا مفترض ان الجرامر عندي فيه اكتر من الترناتيف للاي، فانا هنا ما قاليش اعمل تشوزنج ازاي، هو قال لي تشوز ات راندوم، فمعناها ان انا ايه بجرب. تمام، فشوز ان ايه برودكشن، سي ان انت اخترت البرودكشن بشكله كده. اوكي، بقى ما انت اخترت البرودكشن ده فانك عملت كده في البوست بي، عملت اكستنشن بي اللي هو اكس 1 اب تو سي اكس كي. طيب طب انا دلوقتي دي بقت النودز اللي عندي في التري، المفروض اعمل ايه؟ زي تاني انا شغاله ليفت موست ديريفيشن، اروح عن ليفت هاند سايد اللي هي ان اكسباندد دي وابتدي اشوف هي الاكس 1 دي تيرمينال ولا نون تيرمينال، اصل هي ممكن تكون 4 مثلا وممكن تكون تيرم، فممكن تكون تيرمينال ممكن تكون نون تيرمينال. طيب
if x i، انا دلوقتي واقفه عند certain x، دلوقتي دي اللي عليها الدور in general بقى، هي سميتها x i. if x i is a non terminal، انا ال x i دي هي مثلا بالنسبه لي دلوقتي x 1 وعايزه افكها وانا واقفه عندها، اعمل ايه؟ it's a non terminal. كل اللي اعمله اقول البروسيجر بتاعتها. ما انا متفقه ان كل non terminal في الجرامر ليه بروسيجر زي دي بالظبط، بتقول لك امشي على البرودكشن بتاعته واعمل اكسبانشن وهكذا، فاروح اقول البروسيجر بتاعتها. طب لو ما كانتش non terminal اكيد هتبقى terminal، فالس هبتدي اعمل ايه بقى؟ المفروض ان هي تيرمينال بقى، هقارنها بمين؟ باللوك اهيد اللي عندي. مش انا قلنا البروجرام في بوينتر كده المفروض ان هو واقف عند الكرنت سيمبل في البروجرام، انا مش شايفه من البروجرام غير اول كلمه فيه. وانس ان عملت ماتشنج لاول كلمه دي بشوف اللي بعديها، يبقى ات تايم ما بشوفش غير الكرنت لغايه اما اعملها ماتشنج في ادفانس البوينتر اشوف اللي بعديها. ليه؟ انا بشوف وان لوك اهيد فور سمبليسيتي. ليه؟ يعني لما هعمل البارسينج تيبلز بعد كده لو اشتغلت على اكتر من لوك اهيد البارسينج تيبلز هتبقى معقده، فانا عشان كده بشتغل على وان لوك اهيد. theoretically speaking I can have more than one look ahead and I can have two I can have three، لكن التيبلز هتبقى very complicated، فاحنا practically نستخدم one look ahead. اوكي، فgiven ان انا واقف عند اللوك اهيد ده الاكس دي وانا مفترضه ان هي تيرمينال، المفروض ان هي تماتش معايا لان دي اللي عليها دور تتفك، او هي دي اللي عليها الدور دلوقتي وده التيرمينال اللي عليه الدور في البروجرام، المفروض ان هي تماتش مع بعضها. طيب لو ما عملتش ماتشنج ايه اللي يحصل؟ فبيقول ايه؟ if x i equal the current input symbol يبقى ايه؟ الدنيا تمام، لقيتهم ايكوال بعض، فكل اللي اعمله ان انا هادفانس كده. بما اني خلاص عملت ماتشنج لده هادفانس وبعدين هبتدي على الاكس اللي بعديها. طب لو مش ايكوال؟ طب ده كده في ايرور. هل الايرور ده هيخلينا ريبورت اسينتكس ايرور ولا اعمل ايه؟ ليه بقول ان في ايرور؟ لان ببساطه انا واقفه على تيرمينال نوت نون تيرمينال، والتيرمينال ده جيت ماتش مع اللوك اهيد اللي في البروجرام لقيته نوت ماتش، ففي سام ايرور حصل. هل الايرور ده معناها ان في سينتاكس ايرور في البروجرام ولا معناها المفروض اعمل ايه؟ طب يا جماعة انتوا فين؟ محدش عارف؟ طيب أنا هنا شغالة في الجنرال بروسيدجر اللي هي بتبقى فيها ترايل أند ايرور. أوريدي أنا لما اخترت البرودكشن ده I'm not guided، أنا اخترته كده at random ومشيت فيه، ممكن يطلع هو الباث الصح وممكن يطلع غلط. فأنا لما أجي أماتش هنا وألاقي إن not matched، ده مش معناه إن في syntax error، أصل أنا عندي alternatives كتير للإيه؟ إشمعنى مصر على إن ماتش مع الالترناتيف ده؟ ببساطة هرجع هباك تراك واجرب حاجة تاني للإيه. تمام، يبقى given ان انا عندي stocking حصل هنا بسبب ان في terminal not matched with a look ahead، كل اللي اعمله ان انا هباك تراك واجرب another alternative. لو جربت كل alternatives وستيل في some error يبقى ده كده syntax error، يبقى انا مش هعرف اكمل. تمام، انما هنا في الطريقة دي بما اني just بجرب يبقى لازم ارجع اشوف كل الايه alternatives تاني. طيب انا ما بقتش احنا في اي حاجه بنقولها، طيب انا مش عايزه اشتغل بطريقه الباك تراكينج والترايل اند ايرور، انا عايزه اشتغل افيشنتلي زي ما اشتغلت في اللكسيكال اناليسز لما كنت ببقى في ستيت ويجي لي الانبوت اروح دايركت للنكست ستيت من غير ما اقعد اجرب او ان انا اروح لستيت وارجع تاني. انا عايزه يبقى الدنيا ايه very efficient، فهعمل modification بسيط على recursive decent parsing. تمام، هشتغل بنفس التكنيك بس هشتغل بسام جايدنس، هخلي الدنيا ما فيهاش باك تراكنج. ليه؟ لاني من الاول هعتمد على اللوك اهيد اللي معايا في البروجرام ده اني انا اختار which alternative to go through. تمام، بس انا عشان اقدر اعتمد على اللوك اهيد ان انا اختار ويتش الترناتيف لازم الجرامر يكون ما فيهوش ليفت ريكرجن، يكون ليفت فاكتور، لان ببساطه لو الرولز بتاعت الجرامر كان فيها اي الترناتيفز بتبتدي بنفس الحاجه وانا عندي لوك اهيد انا مش هقدر اقرر اجو ثرو ويتش باث. فلازم انا فرضه ان الجرامر از فورمولييتد بحيث ان هو ما فيهوش ليفت ريكرجن اند ات از ليفت فاكتور. تمام،
هستخدم اللوك اهيد بتاعي واقارنه بكل الاحتمالات. يعني انا مثلا عايزه دلوقتي اون التري عليها الدور نون تيرم اللي اسمه ستيتمنت، ابص على كل الاوبننتس بتاعت الستيتمنت وابص على اللوك اهيد بتاعي. اللوك اهيد بتاعي ده هو اللي هيساعدني ان انا اختار ما بينهم، تمام؟ جيفن ان هم مكتوبين الرولز مكتوبه صح، اللوك اهيد المفروض ان هو يقدر يخليني اختار ما بينهم. على اساس ايه؟ على اساس مين اللي زيه، مين اللي ينفع يكون زيه، عشان كده همشي في نفس الباث ده. طب انا لو مشيت بالطريقه دي فانا انيشيالي انا المفروض ان انا مختاره الباث الصح. انا لما اخترت الالترناتيف بتاع الستيتمنت اخترته الصح. طب لو مشيت فيه وقعدت ماتش مع الانبوت لقيت ان في حاجه غلط، لقيت ان في حاجه مش بتماتش، ساعتها دي I can report a syntax error. مش هضطر ان انا ارجع وادور، لان انا من الاول I'm sure ان انا خدت الايه الباث الصح according to the look ahead. يبقى اي mismatching between the program and the current rule اللي انا بماتش جواه ده هيبقى على طول directly it is a syntax error. I'm expecting مثلا اسامي كولم ولقيت البروجرام حاطط لي كومه، يبقى ده كده syntax error، تمام؟ طيب ثواني يا جماعه. طيب نبص على الاكزامبل ده وانا عايزه اطبق عليه البريدكتيف بارسينج، تمام؟ لما نشوف هنا البريدكتيف بارسينج البروسيدجرز نفسها الريكيرسيف بروسيدجرز، احنا قلنا ان هو بالظبط البريدكتيف بارسينج زي الريكيرسيف ديسنت بارسينج، الاختلاف بس ان احنا هنبقى جايدد باي ذا لوك اهيد. فشكل البروسيدجر طبعا برضو البريدكتيف بارسينج مبني على مجموعه ريكيرسيف بروسيدجرز، كل نون تيرمينال ليه بروسيدجر خاصه بيه. فانا هنا عندي في الجرامر ده عندي اكشلي تو نون تيرمينالز ستيتمنت اند اوبشنال اكسبريشن. هنبص على البروسيدجرز الخاصه بيهم هلاقي ان الستيتمنت عندها البروسيدجر دي. البروسيدجر دي مكتوبه بشكل مختلف عن الريكيرسيف ديسنت بارسنج. هي مبنيه على فكره الديسيجن الاولاني هو مبني على اللوك اهيد. اللوك اهيد دي مين؟ ده الكرنت سيمبل اللي انا ببص عليه جوه البروجرام. فاختياراتي ما بقتش زي الاول، ما بقاش بيقول لك ايه هنا، كان بيقول لك تشوز ان ايه برودكشن، ما قالكش ازاي. لكن هنا بايه الفرق الوحيد؟ ان اختياري مبني على اللوك اهيد. هنعمل نبص على اللوك اهيد اللي معانا كيس اكسبريشن. خلي بالنا ان انا عندي فور، انا عندي هنا فور alternatives للستيتمنت، وانا طبعا الستيتمنت دي هي الستارت سيمبل بتاعتي، فانا المفروض ان انا ببتدي بيها. البروسيدجر بتاعت الستيتمنت هتقول لي according to the look ahead select which one of these four alternatives، وكل ما اختار واحد من الالترناتيفز دي هبتدي امشي معاه وماتش الالترناتيف ده مع البروجرام بتاعي. انا لو اخترت مثلا الرول ده همشي معاه واحده واحده وماتش بقى في البروجرام، المفروض اشوف في البروجرام اف وبعدين اشوف براكت مفتوح وبعدين اكسبريشن، لان اكسبريشن هنا فرضها تيرمينال فالمفروض اشوفها زي ما هي كده في البروجرام والبراكت المقفول، وبعدين اعمل كولينج للايه للستيتمنت بروسيجر، لان الستيتمنت از نون تيرمينال. فلما هقول ستيتمنت بروسيجر ممكن وارد قوي ان يجي لي حاجه ثانيه زي مثلا اكسبريشن زي فور، فانا ممكن يكون اف اكسبريشن مثلا وبعدين الستيتمنت اللي اطبقها هنا فور ستيتمنت او اكسبريشن او اف ثانيه او اذر، تمام؟ فانا هنا لما هاجي اطبق الحته دي هعمل كولينج للريكيرسيف بروسيجر اللي اسمها ستيتمنت، تمام؟ فنبص كده ادي البروسيجر بتاعتنا سويتش لوك اهيد كيس اكسبريشن هماتش اول رول اللي هو اول رول بيتكون من ايه؟ اكسبريشن وبعديها سيمي كولم. فنبص كده هنلاقيه بيقول لك ماتش اكسبريشن، ماتش از ا فانكشن، هنشوف دلوقتي فانكشن ماتش دي بتعمل ايه. وبعدين ماتش سيمي كولم معناها ان انا ام اكسبكتنج تو سي ان ذا انبوت بروجرام اكسبريشن وبعدين سيمي كولم وبعدين بس واخره. يبقى ده كده الفيرست alternative. طب الماتش فانكشن دي بتعمل ايه؟ نبص عليها. الماتش بديها سام تيرمينال بعمل له ماتشنج باللوك اهيد اللي في البروجرام، ولو هم ايكوال لو هم ايكوال بعض دي التيرمينال اللي جايه لي من الرول نفسه ودي اللوك اهيد اللي كانت في البروجرام. لو هم ايكوال بعض بعمل ايه يا جماعه؟ بادفانس اللوك اهيد، يبقى اللوك اهيد ايكوال نكست تيرمينال. يبقى الماتش فانكشن ات ذا ريزلت اوف ماتشنج لما بتلاقيهم زي بعض الكرنت تيرمينال اللي جوه الرول واللوك اهيد اللي في البروجرام لما يكونوا ايكوال بعض بادفانس اللوك اهيد اللي في البروجرام عشان ابتدي ابص على حاجه ثانيه جوه البروجرام. والتي دي هي التيرمينال اللي جايه لي من البرودكشن رايت هاند سايد نفسه، انما اللوك اهيد ده من البروجرام. فلو هما ايكوال كل اللي عامله ان انا ايه هادفانس اللوك اهيد، تمام؟ لو مش ايكوال يبقى انا اكيد عندي سينتاكس ايرور. ليه؟ لاني بماتش تيرمينال بتيرمينال،
ومش ايكوال، وانا متاكده اني ماشيه في الدايركشن الصح، انا مش بجرب، فساعتها دي هقول على طول ان في سينتاكس ايرور. يبقى انا هماتش الاكسبرشن ده از ترمينال، وبعدين هماتش ايه السيمي كولوم. يعني هروح ابص كده في البروجرام عندي اللوك هيد اللي واقف عنده ده كلمه اكسبرشن، طب تمام يبقى ادفانس اللوك هيد، فاللوك هيد هروح على اللي بعديها في البروجرام هيبتدي ماتش بقى مع اللي انا متوقعها بعد كده اللي هي السيمي كولوم. طب هي ايكوال فعلا في البروجرام سيمي كولوم، طب اتس اوكي يبقى ادفانس البوينت. يبقى بعد ما عملت ماتشنج على السيمي كولوم انا سايبه البروجرام هنا الكرنت لوك هيد بتاعته بعد السيمي كولوم على طول. تمام كده؟ يبقى ده الكيس الاولانيه. الكيس الثانيه هبتدي ماشي في الرول بتاع الاف بقى. يبقى انا اكسبكتنج ان انا سي اشوف في البروجرام اف، وبعدين براكت مفتوح، وبعدين اكسبرشن، بعدين براكت مقفول، وبعدين عايز اشوف في البروجرام ستيتمنت، بس ستيتمنت دي اتس نوت ا تيرمينال، فبقول البروسيجر بتاعتي. يبقى انا بعد الاف اكسبرشن ممكن اشوف اي تايب من الستيتمنت اللي انا معرفهم دول كلهم، فبقول ذا ستيتمنت بروسيجر، او ان انا امشي في الباث الثالث اللي هو فور. الفور الاستراكشر بتاع الفور هو عباره عن كلمه فور followed by bracket open bracket، وبعدين عندي نون تيرمينال اسمه اوبشنال اكسبرشن. طيب بما ان هو نون تيرمينال فانا بقول البروسيجر بتاعته بتنفذ بقى حسب الديفرنت alternatives اللي جوه اوبشنال اكسبرشن. وبعدين بعد الاوبشنال اكسبرشن انا منتظر اشوف تيرمينال اسمه سيمي كولوم، وبعدين منتظر اشوف نون تيرمينال تاني اوبشنال اكسبرشن، وبعدين تيرمينال اسمه سيمي كولوم اوبشنال اكسبرشن كمان، وبعدين براكت مقفول، وبعدين منتظر اشوف اي شكل من اشكال الستيتمنت وبس وبقف، او ان اي حاجه تانية غير كل اللي فات ده other، او لو انا واقفه عايزه اكسباند ستيتمنت. يعني انا دلوقتي في 3 واقفه عند كلمه ستيتمنت وعايزه اعملها اكسبانشن، ومعايا اللوك اهيد، اللوك اهيد بتاعي لا بيماتش ده ولا ده ولا ده ولا ده، يبقى انا كده برضه سينتاكس ايرور، لان انا I'm about to expand a non-terminal call statement والبروجرام فيه لوك اهيد مش بيماتش خالص مع اي احتمال من احتمالات الستيتمنت، فده برضه it's a syntax error. في حاجه في الكلام ده مش واضحه؟ يبقى الاختلاف الوحيد ما بين البريدكتيف بارسينج والريكيرسيف ديسنت بارسينج ان البريدكتيف بارسينج معتمد في الديسيجن بتاعه على اللوك اهيد، ما بيختارش حاجه عشوائي، ما فيهوش باك تراكنج بمعنى اصح. طيب نعرف بقى الاوبشنال اكسبرشن ده، زي ما عرفنا ستيتمنت، مش الاوبشنال اكسبرشن ده اتس نون تيرمينال، عايز اعمل البروسيجر بتاعته. نرجع كده، الاوبشنال اكسبرشن it is defined as ادي الالترناتيف بتاع، يا اما ابسلون يا اما اكسبرشن. طيب لما يكون في one of the alternatives is epsilon، الطريقه بتاعت الكودينج بتاعت البروسيجر بتكون مختلفه شويه، لان انا منتظره ان انا يا اما اشوف اكسبرشن يا اما ما اشوفش حاجه خالص. يعني اوبشنال اكسبرشن كنون تيرمينال لما اجي اعمله اكسبانشن انا منتظره، طبعا الاوبشنال اكسبرشن ده هيكون موجود في التري في البارسنج تري، وهو المفروض اللي عليه الدور تو بي اكسباندد، وهيكون عندي في الانبوت سام لوك اهيد. يبقى انا الكيس بتاعتي ان انا عندي لوك اهيد كده في الانبوت بتاع البروجرام، وفي التري بتاعتي الدور على الاوبشنال اكسبرشن. اعمل ايه؟ اقارن اللوك اهيد بالايه؟ بالالترناتيف الوحيد اللي موجود هنا اللي هو اكسبرشن. لو هو زيه كل اللي هعمله ان انا هعمل ايه؟ هادفانس. ليه؟ لان انا لقيت ان الانبوت بيماتش مع الحاجه اللي كرنت في التري عندي، فهادفانس. طب لو لقيته مش بيماتش هعتبر ان هو ابسلون ومش هادفانس، يبقى انا لسه اللوك هيد زي ما هو، مفيش ادفانسنج ولا حاجه، اللوك هيد بتاعي لسه على الكرنت، لان ببساطه اللوك هيد اللي موجود دلوقتي ده ما حصلوش ماتشنج، وهعتبر ان الاوبشنال اكسبريشن اللي في التري عندي مش موجود، هعتبره ابسلون واكمل مع نفس اللوك هيد. يبقى انا مش بادفانس في اللوك هيد ابدا غير لما بماتش مع سام تيرمينال في الايه؟ في التري، في البارسنج تري بتاعتي. البروسيجر بتاعت الاوبشنال اكسبرشن مكتوبه كده، if look ahead equal expression match expression، مفيش else، ما قالكش اعمل ايه، فلو هو مش كده مش هعمل حاجه. يبقى ببساطه لو اللوك اهيد اللي عندي في البروجرام بالصدفه كان هو equal expression، الالترناتيف الوحيد اللي موجود جوه اوبشنال اكسبرشن يبقى هماتش. يعني ايه هماتش؟ يعني هقارنهم ببعض وادفانس الايه؟ اللوك اهيد. غير كده اللوك اهيد هيستمر مكانه والاوبشنال اكسبرشن كانه مش موجود، يعني كاني حطيت قصاده ابسلون جوه البارسنج تري. طيب يبقى احنا كده لحد دلوقتي قادرين نتعامل مع الجرامر
بشكل يخليني ما اعملش باك تراكنج given ان الجرامر is left not left recursive and is left factored. تمام. بس لو بصينا عندي على الاكزامبل اللي احنا اشتغلنا عليه ده يا جماعه، هنشوف ان الاكزامبل ده اشتغلنا عليه ببساطه جدا. هو كان فيري سيمبل. ليه بقى؟ في حاجه مميزه جدا في الاكزامبل ده تخليني شغلي عليه يكون ستريت فورورد، مفيش مشكله. تفتكروا ايه الميزه اللي في الاكزامبل ده؟ اتفضل يا علي. ان هو انا اصلا من الاول كل التيرمينال نودز مختلفين عن بعض، يعني عندي الاكسبريشن مختلف عن اف، اكسبريشن مختلف عن فور، وهكذا. ما عنديش مثلا اف زين متكررة في بداية كل جملة مثلا. تمام. يعني هو الجرامر is formulated ان هو ما فيهوش common factors، هو left، هو already is left factored زي ما احنا متفقين، وما فيهوش left recursion. ماشي. بس في حاجة تانية برضو، يعني في حاجة تانية برضو اكتر من كده. طب هو انا ممكن يكون الجرامر ما فيهوش common factors، ما فيهوش اي مشكلة تانية، انما ال starting هنا بتاعت right hand side is not a terminal. يعني ممكن تكون statement بتعرفها، هنا مثلا term، هنا في كلمة term، هنا في كلمة factor، وكل دول non-terminals، واللوك اهيد اللي في ايدي ده terminal. طب انا هعرف منين اختار which alternative given ان انا بقارن terminal ب non-terminal؟ معايا؟ مش شرط يا جماعة الرولز بتاعت الجرامر تكون starting with a terminal، دي أبسط حاجة. إنما ممكن تكون starting with any non-terminal مش recursive، يعني مش هتستارت بنفسها، بس still it is a non-terminal، factor term term dash whatever، اي نون تيرمينال غير كلمه statement. تمام. ساعتها دي هديسايد ازاي، هعرف مين اختار مين فيهم. طيب في الحالة دي يا جماعة أنا مضطر أبلاي أوبريتور اسمه فيرست. الفيرست أوبريتور ده لو عملت له أبلاينج على النون تيرمينال اللي هنا ده، هيجيب لي كل البوسيبل تيرمينالز ذات كان ستارت ذيس نون تيرمينال. ما هو أنا كل اللي يهمني إيه؟ إن أنا أقارن التيرمينال اللي في البروجرام بالتيرمينالز اللي هنا. طب أنا مش شايفة تيرمينالز دايركت، طب أعمل إيه؟ أجيبهم. أجيبهم إزاي؟ إن لو أنا عندي نون تيرمينال هنا اطبق عليه اوبريتور اسمه فيرست. الفيرست اوبريتور ده هيطلع لي كل البوسيبل تيرمز ذات كان ستارت ذيس نون تيرمز. طب لما اعرف كل البوسيبل تيرمز اشوف هو اللوك اهيد اللي معايا ده واحد منهم، لو واحد منهم يبقى اتس اوكي اختار النون تيرمينال ده. وستيل انا برضو فرضه ان ما ينفعش كل حاجه تبتدي بنفس باي كومن فاكتور. يعني لو عندي هنا في تيرم يبقى كل احتمالات التيرم مكتوبه بحيث انها مش باديه كومن فاكتورز. ماشي. الستيتمنت برضو كلها مش باديه كومن فاكتورز، كلهم انا فرض ان كل جراماتيكال رولز مكتوبه بحيث ان ما فيش اي رول بادي بنفس الحاجه. ده افتراض اساسي عندي وانا بعمل توب داون بارسنج. نبص كده على الفيرست اوبريتور. طيب البريدكتيف بارسر الاول هو زي ما قلنا زيه زي الريكرسيف ديسنت بارسنج بالظبط، عندي 1 بروسيجر بير نون تيرمينال. تمام. لو البرودكشنز بتاعت النون تيرمينال ايه فيها بيتا 1 او بيتا 2 او اب تو بيتا ان، انا اختار ما بينهم ازاي؟ ابص على كل البرودكشنز دي واختار البرودكشن سي، اختار برودكشن اسمه بيتا كي جيفن ان اللوك اهيد اللي في ايدي اللي جاي من البروجرام بيلونج تو ذا فيرست اوف بيتا كي. هو ده الفيرست اوبريتور اللي بقول لكم عليه. طيب ان جنرال لو انا فرضا ان البيتا كي ده بادي بحاجه غير تيرمينال، فبطبق عليه اوبريتور اسمه فيرست. فيرست ده هيرجع لي كل التيرنز اللي ممكن تبتدي البيتا كي. فلو لقيت ان اللوك اهيد بيلونجينج للتيرنز دي يبقى دايركتلي هختار البيتا كي. لو لقيت اللوك اهيد بيلونجينج للتيرنز البيتا 1 يبقى اختار بيتا 1، لقيتها بيلونجينج لبيتا ان يبقى اختار بيتا ان، وهكذا. يبقى انا الديسيجن بتاعي بناء على مقارنه اللوك اهيد اللي جاي لي من البروجرام مع الفيرست بتاع الرايت هاند سايد ده المختلف. ليه بعمل فيرست؟ انا بفترض ان انا التيرمز مش مكتوبه دايركت. على فكره لو طبقت الفيرست اوبريتور على البيتا كي والبيتا كي دي كانت في حد ذاتها تيرمينال هتطلع لي نفسها، يعني انا ما غلطناش في حاجه. It is just a general way to say it is the first terminal. تمام. فلو البيتا كي دي نفسها اتس تيرمينال
طبقت عليها first هتطلع لي نفس الترمينال، يعني لو كانت 4 هتطلع لي 4، لو كانت term هتطلع لي كل الترمينالز اللي ممكن تبتدي الترم. In general I can say first of beta k given beta k is any grammatical symbol whether terminal or non-terminal. تمام؟ فالديسيجن مبني على ان اللوك اهيد موجود في الفيرست بتاع مين فيهم؟ تمام؟ اللي موجود في الفيرست بتاعه هو ده اللي انا بختاره، واللي اخترته ده سي اخترت البرودكشن نمبر كي، فهابلاي البرودكشن نمبر كي، هبتدي البرودكشن نمبر كي اللي هو الرايت هاند سايد بتاعته بيتا كي دي، ممكن البيتا كي دي تكون جواها عدد من التيرمينالز والنون تيرمينالز كاي رايت هاند سايد، اي حاجه تيرمينال هماتش بيها مع اللوك اهيد، اي حاجه نون تيرمينال هكول البروسيجر بتاعتها. ده نفس السيستم اللي احنا عملناه في الريكيرسيف ديسنت بارس. كل الحكايه الاختيار مبني على اللوك اهيد، لكن في نفس القصه باكسباند برول معين بقارن تيرمينال بتيرمينال، لو عندي نون تيرمينال بقول البروسيجر بتاعه، يبقى مفيش اي اختلاف في التطبيق، اختلاف الواحد في الاختيار. مين كان عنده سؤال؟ دكتور، هو أنا عندي سؤال. اتفضلي. لو احنا دلوقتي عندنا 2 non terminal والاتنين يعني بيبدأوا بنفس اللوك اهيد، ما احنا فرضين ان انا لما هاجي اعمل كده ان المفروض ان الاثنين نون تيرمينالز دول مثلا اللي هم بيبتدوا بيتا 1 وبيتا ان مثلا، المفروض انا من الاول لما هكتب الروز بتاعتي الايه هكتبها بحيث ان مفيش حاجه كومن في الليفت هاند سايد، يعني انا لو عندي مثلا هنا بيتا 1 باديه بترم وبيتا ان باديه بترم هعملهم رول واحد زي ما عملت بالظبط في الليفت فاكتورينج، يعني هكتبهم كرول واحد بادي بكلمه ترم فخليتها 1 باس، فانا هكريت روز انيشيالي بحيث ان انا ما يبقاش عندي ليفت كومن ليفت فاكتورز خالص. يعني وعلى ده الاخر بيتابلاي على كل النون تيرمينالز، مش نون تيرمينال واحد ابلاي على الكلام ده. لا كل النون تيرمز اللي في الجرامر كل الديفرنت الترنتيفز بتاعتهم ما بتبتديش بحاجه واحده، كلهم لازم الجرامر كله يبقى كده. تمام، شكرا. تمام، فانا همشي في البريدكتيف بارسينج بروسيجر، كل الموضوع اني بس بقارن اللوك اهيد في الاول وبعدين بختار برودكشن، والبرودكشن ده بمشي فيه بقارن تيرمينال بتيرمينال والنون تيرمينال بقول البروسيجر بتاعته. في النهايه يا اما هوصل ان انا سكسيدد لو عملت كومبليت ماتشنج، يا اما ايرور. طبعا الايرور هنا هيكون واضح اول ما يجي تيرمينال قصاد تيرمينال مش ماتشنج، هريبورت سنتكس ايرور على طول، لان انا هنا اوريدي مفيش زي ما قلنا مفيش باك تراك، انا اوريدي ماشيه في الطريق الصح، فاول ما الاقي حاجه نوت ماتشد على طول دايركتلي ات از ا سنتكس ايرور. هنشوف بقى ازاي هنكمبيوت الفيرست، نشوف الديفينيشن ده الاول. ده اللي انا بقوله بقى ان الرولز ان جنرال اي نون تيرمينال في الجرامر لو متعرض بتو الترنتيفز بالشكل ده، انا فارضه ان الفيرست اوف الفا اند ذا فيرست اوف بيتا ار ديس جوين، ده الافتراضي الاساسي فور اني نون تيرمينال في الجرامر الفيرست. وطبعا الالفا والبيتا ما قلناش دول ايه، دول ممكن يكونوا تيرمينالز نون تيرمينالز ا جروب اوف تيرمينالز اند نون تيرمينالز، اي حاجه في الدنيا الالفا والبيتا بغض النظر هم ايه ما ينفعش يكونوا الفيرست بتاعتهم زي بعضها، لازم يكون الفيرست ار disjoint. تمام، فلو الالفا كانت تيرمينال اصلا فالفيرست بتاعتها هتبقى هي نفسها، ماشي، لازم تكون disjoint from the first of beta. لو الالفا مثلا كانت النون تيرمينال اسمه تيرم والبيتا كانت النون تيرمينال اسمه فاكتور، يبقى انا لازم برضو الفيرست اوف تيرم والفيرست اوف فاكتور يكونوا disjoint برضو، ما بيبتدوش بنفس الحاجه ابدا. تمام، فده assumption general على كل الروز بتاعه الجرامر. طيب given the assumption ده لو اللوك اهيد بتاعتي it is the small a، ده اللوك اهيد الموجود في البروجرام، انا عايز اختار بقى اختار ما بين الالفا والبيتا، say ان ال a هي دي اللي عليها door to be expanded في التري، يعني انا واقفه كده في التري عند النون تيرم اللي اسمه a ومعايا اللوك اهيد اهو بتاع البروجرام اللي هو letter a، ده كده اللوك اهيد بتاعي، ده الكيس بتاعتي، وعايزه اقرر اكسباند الاي دي ازاي. اقرر على اساس ايه بقى؟ هقارن الاي دي بالفيرست اوف الفا، لو هي بيلونجينج للفيرست اوف الفا يبقى على طول هختار البرودكشن الفا، يبقى على طول هاكسباند الاي تو بي الفا. طب لو الاي بيلونجينج تو الفيرست اوف بيتا هختار البيتا، طبعا انا عارفه ومتاكده انه عمرها ما بيلونج للفيرست اوف الفا والفيرست اوف بيتا بيكوز اوف ذا جنرال اسامبشن اللي انا لسه قايل عليه. تمام، فببساطه كده بقارن الفيرست مع اللوك اهيد. طيب الفيرست ده بيتحسب ازاي بقى؟ طيب الفيرست اوبريتور ده هدفه ايه اصلا؟ هدفه يطلع لي
كل الترمينالز اللي بتبتدي a certain grammatical symbol. يبقى انا اقدر اطبق الفيرست اوبريتور على ترمينال او على نون ترمينال، ما تفرقش معايا، بس اصلا تطبيقه على الترمينال is trivial. الفيرست اوف 4 is 4، الفيرست اوف بلس is بلس، تمام؟ فانا مهتمه بان انا اطبقه على نون ترمينالز، تمام؟ فالفيرست بتاع اي نون ترمينال هو كل الترمينالز اللي ممكن تبتدي النون ترمينال ده. بجيبهم منين؟ بجيبهم من الجرامر رولز. ما هو الجرامر رولز هي اللي بتحدد لي كل نون ترمينال ممكن يبتدي ازاي. بص على اكزامبل كده، عايزه اطلع الفيرست بتاعت كل النون ترمينالز اللي قدام دي. ابتدي بايه؟ ابتدي مثلا بالفيرست بتاع فاكتور. ايه الفيرست بتاع النون ترمينال اللي اسمه فاكتور؟ حد يقدر يقول لي من الرولز اللي قدامنا دي ايه الفيرست بتاع فاكتور؟ هو اي دي بس. معلش، مين اللي بيجاوب؟ نور، نور احمد. طب ممكن لما نجاوب نرفع ايدينا يا نور، عشان في ناس تانية كانت عايزة تجاوب. خلاص سوري يا دكتور. انت جاوبتي قبل كده مش كده؟ اه طيب مين اللي عايز يجاوب يا جماعة؟ من فضلكم ارفعوا ايديكم. علي انت جاوبت قبل كده؟ آه لا تقريبا. ثواني كده. طيب طب اتفضل يا علي. هو الفيرست بتاع الفاكتور مش هو مش هو الايه؟ علي؟ قدام الفاكتور دي لا هو صوت كان رايح، من فضلك عيد تاني كده. فتحة القوس بتاعت اكسبريشن. قصدك البراكت ده، الاوبن براكت اه القوس بالظبط. ده، تمام. وايه تاني؟ والاي دي تمام. الفيرست اوف فاكتور يا جماعه هو كل الترمينالز اللي كان ستارت ذا نون ترمينال اللي اسمه فاكتور. من الرول اللي قدامنا ده الفاكتور كان بي ستارتد ويز ان اوبن براكت، ده ادي ده ترمينال، او اي دي. الاثنين دول ترمينالز، فدول الديفرنت alternatives اللي موجوده اللي كان ستارت ذا نون ترمينال ذات از كولد فاكتور. طيب بالنسبه للفيرست اوف تيرم، حد يقدر يقول لي الفيرست اوف تيرم؟ ادي تيرم اهو. اللي يعرف يرفع ايده من فضلكم، محدش يجاوب كده وخلاص. بتكلم على النون تيرمينال ده الفيرست بتاعته ايه؟ حد تاني ما جاوبش من فضلكم؟ طيب ندى؟ هيبقى first بتاع factor. يا الفيرست اوف تيرم هو الفيرست اوف فاكتور. اللي هو لسه قايليني بالاي دي. اوكي، الاوبن براكت اند اي دي. انت ندى عادل. تمام، يبقى كده من الرولز اللي قدامنا. احنا ما بنعملش اي حاجه يا جماعه غير احنا نبص في الرولز. الترم عنده رول دي، ما عندوش غير one alternative factor term dash. طب يبقى الفيرست ايه الترمز اللي ممكن تبتدي الترم؟ هي نفسها الترمز اللي ممكن تبتدي الفاكتور، لان الفاكتور هو اللي في بدايه الترم. ايه الترمز اللي ممكن تبتدي الفاكتور؟ لسه قايلينها open bracket and i. طيب نبص على بعد كده، ده كده الترم. what about expression؟ فين الفيرست بتاع expression؟ منة الله اتفضلي. هو ال first بتاع expression، هو ال first بتاع term، هو ال first بتاع factor، هو نفس ال open bracket وال ID. اوكي انت منة فكري. اه بالظبط. تمام، يبقى زي ما قلنا ال first of expression هو ال first of term، وال first of factor هو ال bracket المفتوح وال ايه وال ID. طيب ال expression dash، حد تاني من فضلكم؟ لو سمحت دكتور، هو انا عندي سؤال مش عايز اجاوب. اتفضل. هو مش الفيرست دي كده عمليه ريكيرسيف، ان انا مثلا عشان اجيب فيرست اوف تيرم محتاج اجيب فيرست اوف فاكتور،
فهفضل اوصل لحد ما اوصل لحاجه تيرمينال او حاجه ليها فيرست مش نون تيرمينال. بالظبط. ممكن الرول يكون عندك ستريت فورورد ان الترم مثلا فيها متعرفه بحاجات تيرمينالز، فساعتها دي هتجيب زي ما عملنا هنا، هي متعرفه هي بدايتها حاجات تيرمينالز عاديه اهي، فجبناها على طول من الرول بتاعها. وممكن زي دي تكون متعرفه ان ترمز اوف انذر نون تيرمينال، فنروح في الرول بتاعه، فنقعد ماشيين ماشيين في الرولز لحد ما نلاقي ايه تيرمينالز، لان هو التارجت بتاع الفيرست اوبريتور ونطلع تيرمينالز. تمام. ما هو ايه كده بقى الفرق من الاوبريشن فيرست دي عن الباك تراكنج؟ ما هو كاني بعمل باك تراكنج بالظبط، انا بنزل في التري بعد كده الاقيه مش هو فاطلع تاني. لا لا، انا ما بعملش باك تراكنج، احنا هنشوف دلوقتي ان احنا هنظبط البارسنج تيبل مبني على الفيرست ده. ما هو في بارسنج تيبل هنعمله هيكون بيحدد لي اكوردنج تو ذا لوك اهيد ويتش برودكشن تو سيلكت. انا هنا، انا هنا مش بجرب، انا هنا اكوردنج تو ذا لوك اهيد بشوف دلوقتي انا التري مثلا عندي ده الدور، ده الدور تو بي اكسباندد في التري ماشي، وعندي لوك اهيد معين، فانا عايز اقارن اللوك اهيد المعين ده بايه، بالالترناتيف بتاعت الترم. فكل اللي بعمله ان انا بكالكليت الفيرست بتاع الترم ده ايه بس، لكن مش بجرب، انا مش بجرب، انا في كالكليشن معين عارفاه، والكالكليشن ده بيديني نتيجه اكيوريت ان انا اختار ده ولا اختار ده. يعني انا مثلا لو انا باكسباند الفاكتور هنا وعندي اللوك اهيد بتاعتي اوبن براكت، فدايركتلي اختار ده. نفس القصه لو انا باكسباند الترم وعندي اللوك اهيد بتاعتي اوبن براكت، برضو اختار ده، اختار ده كرول اللي هفك بيه الفاكتور. يعني الاختيارات واضحه، مش محتاجه الفيرست دي اجرب وارجع، هي جاست كومبيتيشن، والكومبيتيشن دي بتبقى معموله في البارسنج تيبل من قبل ما ابدا بارسنج اصلا. ببقى عارفه ان انا لو جالي الدور على كلمه ترم واللوك اهيد بتاعتي براكت اوبن براكت، هختار الاوبشن ده. يعني ده كده مكتوب في البارسنج تيبل من قبل ما اشوف البروجرام حتى. هنشوف ان احنا هنعمل ده في البارسنج تيبل دلوقتي. تمام، شكرا. نعم تمام. يبقى انا كده عندي الفيرست اوف اكسبريشن داش دي اللي كانت فاضله، هي دايركتلي بقى من الرولز هنا بلس او ابسلون، دي واضحه مش محتاجه ان انا اقعد ادور في الرولز، هي اوريدي مكتوبه على انها تيرمينالز جوه نفس الرول. تمام. طيب سؤال، اتفضلي. هو احنا بنحط الابسلون في الفيرست برضو ولا نجلكتد؟ لا بنحطها، هنشوف دلوقتي مثلا في الـ definition، ادي definition بتاع الـ operator first. تمام. الـ operator first for x can be applied for all grammar symbols x، مش انا ما يهمنيش الـ x دي ايه، ممكن apply first على اي حاجه، لو الـ x كانت terminal then first of x is x، this is the most the trivial case. طيب لو x is a non-terminal وعندي الـ x متعرفه برول شكله كده ماشي. طيب لو انا دلوقتي ال y1 ما بتاخدش، ما عندهاش احتمال انها تكون ابسلون، يبقى ال first of x هي ال first of y1 بس، زي ما عملنا في ال example ده، ال first of term هي ال first of factor. طب لو كان في عندي option ان ال factor ده نفسه ممكن يبقى ابسلون، ساعتها دي ممكن اقول ان ال first of term هي ال first of term داش كمان. انا بطلع يا جماعه من ال first operator كل الترمز اللي ممكن تبتدي some non-terminal. فلو انا معتبره ان الفاكتور دي نفسها ممكن تكون ابسلون، فاحد الاوبشنز اللي ممكن تبتدي الترم هي بدايه الترم داش نفسه، لان انا ممكن في واحد في وقت من الاوقات اقول لكم ان الفاكتور ده از ابسلون، لكن اكشلي هنا ما كانش في ابسلون في الفاكتور. تمام. فهنا بيقول لك ايه؟ بيقول لك ان الفيرست اوف اكس هي الفيرست اوف واي 1 if واي 1 doesn't drive ابسلون، يبقى هي بس كده، مش هن add nothing more. لكن لو y1 can be epsilon then we add first of y2. If y2 كمان can be epsilon we add first of y3 and so on. هنا عمل لك generalization، الكلام ده بيقول لك ايه؟ لو for some i if epsilon was in first of 1 up to first of yi minus 1، الابسلون كان موجوده في first of y1 لحد yi minus 1، يبقى انا ممكن اقول ان الابسلون، ممكن اقول ان انا الابسلون او الفيرست اوف اكس انكلودز الفيرست اوف واي اي. ليه؟ لان من واي اي لواي اي ماينس 1 كلهم ابسلون، فساعتها دي الواي اي هتخش معايا، يعني عارفه ان من واي 1 لواي اي ماينس 1 كلهم ممكن اشطبهم واحط عليهم ابسلون،
فساعتها دي الفيرست كومبيوتيشن بتاعتي هيخش فيها الواي اي. تمام؟ لو الواي اي دي كانت الواي كي يبقى انا دخلين الواي كي، لو كلهم كان درايف ابسلون يبقى الاكس الفيرست اوف اكس نفسها كان بي ابسلون. معايا؟ يبقى وانت بتحسب الفيرست اولا انت مهتم باول حاجه. طب لو اول حاجه كانت ابسلون يبقى هبص على اللي بعديها، لو اول حاجه دي ما كانتش ابسلون زي الاكزامبل اللي احنا لسه حالينه يبقى انا مش هبص غير عليها لان انا ما قداميش غيرها، دي الفيرست بتاعتي. لو هي ممكن تبقى ابسلون هبص على اللي بعديها لان انا ممكن اقول ان هي ابسلون، فالاكس تبتدي بالاي بالواي 2. طب الواي 1 والواي 2 ممكن يبقى ابسلون، يبقى الاكس ممكن تبتدي بالواي 3. يبقى ساعتها بدايات الواي 2 انكلودد معاك وبدايات الواي 3 انكلودد معاك وهكذا. الواي 1 مش ممكن تكون ابسلون، يبقى انت ريستريكتد تو فيرست اوف واي 1، هتستوب عند الفيرست اوف واي 1. وده اللي احنا عملناه في الاكزامبل بتاعنا، ما كانش في حاجه فيها ابسلون فعملنا ستوبنج عند اول نون تيرمينال، ما مشيناش بعديه. في حاجه مش واضحه؟ طبعا لو عندك برودكشن واضح للاكس ان هاف ذا فورم اوف ابسلون يبقى طبعا الاكس هتبقى الابسلون هيبقى ادد تو ذا فيرست اوف اكس. انما ما فيش برودكشن واضح كده لكن عندك برودكشن عامل كده يبقى تمشي معاه الواي 1 بابسلون الواي 2 بابسلون اب تو واي كي كلهم ابسلون، يبقى انت ممكن تستنتج ان الفيرست اوف اكس انكلودز ابسلون. تمام؟ يبقى هو انت بتستنتج الفيرست كده ستيب باي ستيب. في سؤال في الجزء ده؟ طيب نروح على الاوبريتور تاني. في عندي اوبريتور اسمه فولو. الفولو اوبريتور ده شبه الفيرست في حاجه، هو هدفه برضو انه يطلع اسات اوف تيرمينالز، لكن الفيرست كان بيطلع ذا سيت اوف تيرمينالز ذات كان ستارت ا نون تيرمينال. يعني مثلا بيطبق على الاي يقوم يطلع لك كل التيرمينالز اللي ممكن تبتدي النون تيرمينال اللي اسمه ايه. طيب الفولو بقى بيطلع لك كل التيرمينالز برضو اللي ممكن تفولو ده نو اسيرتن نون تيرمينال. زي كده مثلا وانت بتعمل ديريفيشن كده دي السنتنشال فورم بتاعتك. السنتنشال فورم دي اللي هي الستيتمنت الكرنت ستيتمنت جوه البارس 3 وانت بتعمل ديريفيشن. انت لسه ماشي في البارس 3 كده بتكونها، لما بتقف عند سام ستيب الليفز بتاعت ال 3 دي اسمها السنتنشال فورم، ده الديريفيشن اب تو ذيس بوينت. طيب بيكون لك ستيتمنت بالشكل ده كل التيرمينالز اللي ممكن تو فولو ايه in any sentential form is called the follow. فالفولو اوبريتور هدفه انه يطلع كل التيرمينالز اللي كان فولو ايه some non-terminal طبعا اسمه ايه in any sentential form in any derivation statement. تمام؟ فده كده ال a small a دي تعتبر جوه الفولو بتاع ال a ال non-terminal اللي اسمه ايه اللي هو ال capital A. طيب بنطلع الفولو ده ازاي؟ نفس القصه من عندنا شويه جرامر رولز كده بنبص فيهم وبنطلع بنحسب الفولو اوبريتور. بس الفولو اوبريتور اكشلي في ثلاثه مين رولز بستخدمهم عشان اطلعه. اول رول منهم بيقول لي ان انا عندي الستارت سيمبل بتاعت الجرامر لما بستارت الديريفيشن بتاعتي ما بيكونش عندي في التريجر دي الستارت سيمبل، يبقى السنتنشال فورم بتاعتي بتكون اس اللي هي الستارت سيمبل. فاقدر اقول ان الاس appears at the right most يعني هي اخر سيمبل موجود في في الستيتمنت دي. فاقدر اقول ان الفولو بتاع الاس includes some special mark called end marker. ايه الاند ماركر دي؟ It's a special symbol بنستخدمها عشان نend الستيتمنت. انا متاكده ان الستارت سيمبل بتاعت الجرامر بتظهر في السنتنشال فورم لوحدها. ليه؟ لان دايما ببتدي الديريفيشن بتاعتي بالستارت سيمبل، فالستار سيمبل بتبان وبتظهر لوحدها في سام ستيتمنت بالشكل ده، فانا متاكده انها بتظهر لوحدها. فاقدر اقول ان الستار سيمبل بتاعت الجرامر is followed by some end marker we call it the dollar sign. تمام؟ وده يبقى ده سبيشال سيمبل بستخدمها في كاند ماركر. طب انا ليه بقول ان هي بتفولو الستار سيمبل؟ لان الستار سيمبل بتاعت الجرامر انا متاكده ان هي بتظهر في سنتنشال فورم لوحدها، فانها بتظهر لوحدها في اوبشن انها تظهر لوحدها، يبقى I can say that it can be followed by the end marker. والend marker this is a terminal which is a, the end marker for a special end marker for the grammatical statement. يبقى أول rule عندي إن ال start symbol بتاعت الجرامر is followed by the end marker. ده أول rule بستخدمه. تمام؟ تاني rule بقى إيه؟ لما أشوف في الجرامر production بالشكل ده هقدر استنتج من ده حاجه بخصوص الفولو. ايه الحاجه اللي اقدر استنتجها؟
ان الفولو بتاع النون تيرمينال اللي اسمه بي هو الفيرست اوف بيتا ماينس ابسلون. ايه ده؟ مش انا بقول الفولو هي كل التيرمينالز اللي بتيجي بعد النون تيرمينال؟ طب ما انا شايفه ان البيتا هنا جاي بعد النون تيرمينال بي. طيب البيتا ده ممكن يكون تيرمينال ممكن يكون نون تيرمينال، فلو حسبت له الفيرست هجيب التيرمينالز بتاعته. لو هو تيرمينال فيرست هترجعه نفسه، لو هو نون تيرمينال فيرست هترجع لي فعلا التيرمينالز اللي فيه. تمام؟ فانا لو قلت دلوقتي الفولو اوف بي هقول ان الفولو اوف بي انكلودز الفيرست اوف بيتا ماينس ابسلون. ليه ماينس ابسلون؟ It doesn't make sense ان انا اقول ان some non-terminal is followed by epsilon. ليه؟ اصل اي non-terminal في الدنيا يا جماعه وانت بتعمل اي derivation اقدر اقول ان هو is followed by epsilon، لان الابسلون ده is an empty string. فانا اقدر اقول ان الاي is followed by epsilon، اقدر اقول ان البيتا is followed by epsilon. دي مش معلومه جديده، دي it's a fact ان الابسلون ده is an empty string ممكن يكون موجود في الفولو بتاعت اي حاجه، بس انا مش هضيفه لان ده مش هيضيف لي اي معلومه، ده empty فانا مش هحطه في الفولو سيت. تمام؟ فالفولو بتاع البي هو الفيرست اوف بيتا ماينس ابسلون. طيب في رول تاني هنا بيقول لي ان لو انا عندي الـ A can be defined as الفا بي في اي لحظه وانا مثلا سين في الستيتمنت دي اقدر اشيل الـ A هنا كده كلها كده واحط مكانها الالفا بي، ده من الرول اللي انا لسه قايلاه، احط مكانها الفا بي. ده معناه ايه؟ معنى اني شلت الايه وحطيت مكانها الالفا بي، كل حاجه كانت في الفولو بتاعت الايه ممكن تكون في الفولو بتاعت البي، لاني شلت الايه وحطيت مكانها الالفا بي في اي حته. الرول بيقول كده، الرول بيقول ان الايه كان بي ريبليسد ويز الفا بي، يبقى من الرول ده اقدر استنتج ان الفولو اوف بي كونتينز الفولو اوف ايه. الفولو اوف بي هي السوبر سيت اللي كونتينز الفولو اوف ايه. ليه؟ لان الاي موجوده في اي حته في الدنيا اقدر اشيلها واحط مكانها الفا بي، يبقى كل الحاجات اللي كانت بتفولو الاي اكيد ممكن تفولو البي. العكس مش صحيح، البي ممكن تكون موجوده في كونتكست تاني ويبقى وراها فولورز تانيين، انما اي حاجه في الفولورز بتاعت الاي لازم تكون في الفولور بتاعت البي، لان ممكن اشيل الاي واحط مكانها الفا بي. فاي حاجه كانت في الفولورز بتاعت الاي ممكن تكون فولو بتاع بي، انما العكس مش صحيح. يبقى انا من الرول ده اقدر استنتج ان الفولو اوف بي كونتينز الفولو اوف اي. تمام؟ عندي رول تاني هنا منه اقدر استنتج بقى بنفس القصه ان الفولو اوف بيتا كونتينز الفولو اوف اي. مش البيتا هنا اللي على الطرف؟ يبقى انا ممكن اشيل الاي واحط مكانها الفا بي بيتا، يبقى ساعتها البيتا anything in follow of a will be in follow of beta، يبقى follow of beta contains the follow of a. طب لو البيتا دي كانت ابسلون، يبقى انا شلت الاي وحطيت مكانها الفا بي بيتا والبيتا ابسلون، يبقى كل حاجه كانت برضو في الفولو بتاعت الاي ستيل في الفولو بتاعت البي. يبقى حتى لو انا عندي حاجه بعد البي بس الحاجه دي كان بي ابسلون، يبقى I can say that follow of b contains the follow of a given that beta can be epsilon. يبقى واحد من الاوبشنز بتاعت البيتا انها ممكن تكون ابسلون. لو عندي الاوبشن ده يبقى I can say still that follow of b contains the follow of a. يبقى دول الثري مين رولز اللي انا شغال عليهم. To summarize, the end marker belong to the follow of S, where S is the start symbol of the grammar. لو عندي رول بالشكل ده ال follow of B contains the first of beta minus epsilon. لو عندي رول بالشكل ده ال follow of B contains the follow of A. دي علامة الهي contains. ال follow of A is subset from the follow of B. Follow of B contains the follow of A. كمان لو عندي رول بالمنظر ده given ان beta is epsilon I can say كمان ان the follow of B contains the follow of A. يبقى ده السمري بتاع الرولز اللي انا بستخدمها عشان احسب الفولو سيت. حد عنده مشكله في الرولز دي؟ اي مشكله؟ نحل اكزامبل بقى عليها. نفس الجرامر، انا عايزه احسب الفولو بتاعت كل النون تيرمينالز في الجرامر. ابتدي ازاي؟ انا عندي ثلاثه 3 مين رولز بتحرك فيهم، هم دول اللي انا عايزه اطبقهم. طب ال 3 مين رولز دول انا عايزه استنتجهم او اطبقهم على كل جراماتيكال رولز اللي قدامي واستنتج كل المعلومات الممكنه. فامسك الاول اول رول ده اشوف اقدر استنتج منه ايه according to the 3 rules.
اولا عندي الستار سيمبل بتاعت الجرامر اللي هي expression. ف I can say directly that end marker is contained in full of expression. خلي بالنا ان احنا حطيناها جوه set فبقينا بنستخدم الايه؟ السبست او الكونتينز سيمبل. تمام؟ يبقى الاند ماركر is contained in the follow of expression. ده اول رول. ستيل لسه عايزه استنتج حاجات من الرول الاولاني ده. اقدر اقول لو استخدمت الايه؟ السكند رول ده اقدر اقول ان هنا term followed by expression dash. تمام؟ يبقى كل حاجه في الفيرست اوف اكسبريشن داش ماينس ابسلون موجوده في الفولو اوف تيرم. فده اللي انا اقدر اقوله. اقدر اقول ان الفولو اوف تيرم هنا contains the first of expression dash minus epsilon. It is not equal. It contains. ليه؟ لان هو ممكن الفولو اوف تيرم يكون في حاجات ثانيه. يعني ممكن التيرم يظهر في رولز ثانيه ويجي له فولورز ثانيين بس شويه من الفولورز بتوعه هم الفيرست اوف اكسبريشن داش ماينس ابسلون. ما اقدرش اقول ايكوال هنا. تمام؟ يبقى من الرول ده اقدر استنتج ان الفولو اوف تيرم انكلودز الفيرست اوف اكسبريشن داش ماينس ابسلون. طيب ايه تاني ممكن استنتجه من نفس الفيرست رول ده؟ according to the three rules we just mentioned ايه اللي ممكن استنتجه from the first grammatical rule؟ ناخد يا جماعة الثيرد رول اللي احنا لسه قايلينه. مش احنا قلنا ان انا ممكن replace expression by term expression dash. يبقى اي حاجة كانت في الفولور بتاعت expression هتبقى في الفولور بتاعت expression dash. يبقى انا اقدر اقول ان الفولو of expression dash contains الفولو of expression. تمام؟ يبقى انا اقدر اقول هنا الفولو of expression dash contains الفولو of expression. مش بس كده expression dash can be epsilon. From this rule expression dash can be epsilon. يبقى still I can say follow of term contains the follow of expression. يبقى دول ال two other rules we can conclude from this first rule. Still we are working on the first rule. كل ال the first four rules we got from just the first rule of the grammar. حد عنده أي حاجة تاني ممكن نستنتجها from the first rule؟ حد مش فاهم احنا جبنا الفور دول ازاي؟ تمام. طب السكند رول نسيبنا بقى من الاولاني ده كده خلاص احنا خلصناه. خش على التاني. حد يقدر يقول لي نستنتج ايه من التاني؟ القصه بتاعت الستارت سيمبل خلاص احنا بنكتبها مره واحده. نركز في التو رولز التانيين اللي احنا الفيرست ايكوال الفولو كونتينز ذا فيرست ماينس ابسلون والفولو كونتينز الفولو اللي هو الرول التالت. اقدر استنتج ايه من الرول ده؟ اتفضلي يا نور. ان الفولو اوف اكسبريشن داش هو برضو جزء من ال follow of term لأن ال expression dash ممكن تاخد epsilon في الآخر. لا ثواني، follow of expression dash جزء من ال follow بتاع ال term. جبتيها بأنهي rule دي؟ اللي هي زي التالتة اللي احنا عملناها دي. طب دي هتكون ما بين ال expression dash وال expression dash. يعني انا دلوقتي عندي عطار في expression dash follow of expression dash includes the follow of expression dash which is identity. مش هنكتبها دي trivial. يعني الحاجه تعرف بنفسها دي حاجه this is a trivial rule مش هنكتبه. ايه تاني ممكن استنتجه من ده؟ طب in case انه ال expression dash يعني ان هي epsilon اصلا اللي هي لو هي epsilon بقى نعمل ايه؟ بالظبط، فساعتها هتبقى ال follow of expression dash جزء من ال follow of term. Yeah. صح. يبقى الـ follow of term includes الـ follow of expression dash. يبقى ده اللي أنا أقدر أستنتجه بالظبط. number five الـ follow of term includes أو contains the follow of expression dash. تمام؟ في relationship هنا between الـ follow of term and first of expression dash minus epsilon but we already mentioned it from the first rule. دي مفيش حاجة جديدة إن الـ follow of term includes first of expression dash minus epsilon
the same for the first two. مش هكتبها تاني. فده الحاجة الجديدة. Thank you, Noor. طيب في حاجة تاني في الـ rule number two؟ أقدر أستنتجها ولا كده خلاص؟ طيب نروح على الـ third rule اللي هو ده وأشوف أستنتج منه إيه بقى؟ اتفضلوا يا جماعة اللي عايز يجاوب يرفع إيده من فضلكم. منا اتفضلي. هو المفروض هيكون شبه الـ rules number 2 3 و 4 كده، إن هو يعني الـ term dash هيبقى subset من الـ factor. ده أول واحد. الـ term dash subset من الـ factor إزاي؟ الـ follow of term dash subset من الـ factor؟ أو هو الـ follow of term dash أنا بريليت الـ follow of term dash من الـ rule ده بالfollow of term مش بالفاكتور. الفولو اوف فاكتور هو اللي اقدر اقول in terms of follow of term dash او first of term dash، لكن مش بريليت الفولو بالفولو هنا. او سوري راجع كده تو رولز احنا شغالين عليها، واحنا الاوريدي الفيرست رول بتاع الاند ماركر ده خلصناه. عندنا تو مين رولز دلوقتي، اللي فيه الفيرست والرول بتاع الفولو بس. فاقدر اطبق ايه دلوقتي منهم؟ هو تاني واحد مثلا هو first of term dash minus epsilon هيبقى subset من ال follow بالظبط of factor. factor بالظبط. احنا شايفين factor هنا is followed by term dash، يبقى ال followers بتاعت factor includes the first of term dash minus epsilon. ليه بنقول كده؟ عشان احنا محتاجين نطلع من الترم داش ده الترمينالز. احنا مش هنقول، احنا عارفين ان الترم داش جاي بعد factor، لكن انا ما يهمنيش كده، انا يهمني اطلع الترمينالز. فعشان كده بطبق الفيرست اوبريتور. فطبقت الفيرست على الترم داش، طلعت منه كل الترمز اللي ممكن تبتدي، وقلت ان الترمز اللي ممكن تبتدي الترم داش دي موجوده في الفولو بتاع الفاكتور. اقدر اقول ان الفولو بتاع الفاكتور contains الفيرست اوف ترم داش ماينس ابسلون. ايه تاني؟ ايه تاني من الثيرد رول؟ هيبقى فولو اوف ترم سبست من الفولو اوف فاكتور. اوكي الفولو اوف ترم ثواني، الفولو اوف ترم سبست من الفولو اوف فاكتور. ايه جبتي الريليشن دي ازاي؟ طيب دلوقتي في عندي ريليشن واضحه الاول، ان الفولو اوف ترم داش انكلودز الفولو اوف ترم، او الفولو اوف ترم از سبست من الفولو اوف ترم داش. تمام. وكمان لو حطينا الترم داش بابسلون اقدر اقول ان الفولو اوف فاكتور انكلودز الفولو اوف ترم. ده اللي احنا ايه اللي هي دي الفولو اوف فاكتور انكلودز الفولو اوف ترم، والفولو اوف ترم داش برضه انكلودز الفولو اوف ترم. كل ده جبناه من الرول الثالث. لما حطيت الترم داش بابسلون قدرت استنتج دي اللي هي الفولو اوف فاكتور انكلودز الفولو اوف ترم. لما بصيت على الترم داش هنا قلت ان الفولو اوف ترم داش انكلودز الفولو اوف. تمام. ده كله من الرول التالت. So what about the fourth one؟ اتكلم على الفورث رول هعمل فيه ايه؟ هستنتج ايه من الرابع ده؟ هيا يا جماعه انا دلوقتي عندي، اتفضلي يا نور. انه الفولو اوف فاكتور كونتينز الفولو اوف ترم داش. الفولو اوف فاكتور كونتينز الفولو اوف ترم داش بابسلون كونتينز. اوكي انا عندي هنا الريليشن الاساسيه ان الفولو اوف ترم داش كونتينز الفولو اوف ترم داش which is identity relation، فمش هكتبها. فقلنا هنا ان الترم داش ده ممكن يبقى ابسلون، ساعتها اقدر اقول ان الفولو اوف فاكتور كونتينز الفولو اوف ترم داش. تمام. وبرضو الفولو اوف فاكتور كونتينز الفيرست اوف ترم داش ماينس ابسلون which is already concluded from the previous rule. طيب what about the last rule؟
What can I conclude from the last rule? طبق عليه two rules اللي احنا خدناهم برضو. طيب مش احنا قايلين في الـ في الـ examples هنا مش انا قايله اني لما اشوف حاجه بالشكل ده كده اقدر اقول ان الفولو اوف بي هو الفيرست اوف بيتا، يبقى الفولو بتاعت اي نون ترمينال هو الفيرست بتاع اللي بعديها. تمام. طيب الفولو بتاع، انا ما عنديش هنا على الرايت هاند سايد هنا اي نون ترمينال غير الاكسبرشن، فالفولو بتاع الاكسبرشن هو الفيرست بتاع اللي بعديها اللي هو الفيرست بتاع الكلوزد براكت اللي هو نفسه الكلوزد براكت. يبقى انا اقدر استنتج من الرول ده ان الفولو بتاع الاكسبرشن انكلودز الايه الكلوزد براكت نفسه، لان لما اجي احسب الفيرست بتاعت البيتا، البيتا هنا هي الكلوزد براكت، هتطلع لي ايه البيتا نفسها اللي هي الكلوزد براكت نفسه. فالفولو اوف اكسبرشن انكلودز ذا كلوزد براكت. اوكي، ما اقدرش اقول ان الفولو اوف ذا كلوزد براكت انكلودز الفولو اوف اكسبرشن، لان انا مش بطبقها على الترمينال. انا كل اللي يهمني ان انا اطبق الفولو على النون ترمينالز واشوف فائده الفولو زي ما هنشوف دلوقتي. تمام. يبقى انا كده اقدر اقول ان الفولو اوف اكسبرشن انكلودز الايه كلوزد براكت، ودي اخر حاجه ممكن استنتجها من الرول الاخير. طب هو انا كده جاوبت على الفولو؟ انا كده لغايه دلوقتي لا ما جاوبتش. انا كل دي ريليشنز، انا كل حاجه عماله اقول ده انكلود كذا وده انكلود كذا، انما انا عشان احسب الفولو سيت لازم اقول الفولو سيت بتاعت الاكسبرشن ايكوال كذا كذا كذا، بتاعت الاكسبرشن ده ايكوال كذا كذا كذا. لغايه دلوقتي ده مش حاصل، انا جاست بعمل ريليشن شيب بتوين سم سيت اند انذر سيت، ان ده انكلودز ده از انكلودز ذا فيرست اوف كذا ماينس ابسلون، كل دي ريليشن شيبس. انا عايز اعمل ايكواليتي بقى، عايز اشوف الفولو سيت فعلا كام. هبص هنا كده هلاقي نفسي حسبت الفولو بتاعت الاكسبرشن في الرول الاولاني ده، ونبص تاني كده فين اكسبرشن هنلاقي محسوب هنا كمان. يبقى في ال 1 and 10 انا شغاله على الفولو بتاع الاكسبرشن. From 1 I concluded that follow expression includes end marker. From 10 I concluded that it includes closed bracket. في اي حاجه تانية تخص الاكسبرشن؟ لا. اي حاجه هنا كانت included في الفولو بتاعت الاكسبرشن؟ لا. ف from 1 and 10 I can conclude that the follow expression from this grammar equal to end marker and closed bracket. يبقى ده كده الفولو بتاع الاكسبرشن. طب what about the follow of term؟ هنبص الترم هنا والترم هنا اهو واهو، مفيش ترم تاني. اول رول هنا بيقول لي ان الفولو اوف ترم انكلودز ايه؟ الفيرست اوف اكسبرشن داش ماينس ابسلون. فين هي الفيرست اوف اكسبرشن داش ماينس ابسلون؟ الفيرست اوف اكسبرشن داش من الرول ده هي بلس طبعا وابسلون، بس انا مش هاخد الابسلون. فانا هنا من اول واحد اقدر اقول ان الفولو اوف ترم انكلودز البلس. طب وكمان قال لك ايه؟ قال لك ان الفولو اوف ترم انكلودز الفولو اوف اكسبرشن اللي احنا لسه حاسبينها، احطهم معاه. وايه تاني؟ وانكلودز الفولو اوف اكسبرشن داش. طب هو مين الاكسبرشن داش ده يا جماعه؟ عايز احسبه. الفولو اوف اكسبرشن داش اهو، ادي الاكسبرشن داش مش موجود في حته ثانيه. الفولو اوف اكسبرشن داش كل المعلومه اللي عندي ان هي انكلودز الفولو اوف اكسبرشن. طب انا ما عنديش هي انكلودز الفولو اوف اكسبرشن، طب في اي اضافه ثانيه جواها؟ الرولز ما قالتليش حاجه جديده. فلا اقدر استنتجه بقى ان الفولو اوف اكسبرشن ايكوال الفولو اوف اكسبرشن داش، لان انا من الجراماتيكال رولز اللي قدامي ما قدرتش اطلع له ريليشن شيب ثانيه. فانا اكتفي بان الفولو اوف اكسبرشن داش ايكوال ستيل اند ماركر اند كلوز براكت لاي ذا اكسبرشن. بس الترم كان فيها البلس اللي هي جايه من الفيرست، وكان فيها الفولو بتاع الاكسبرشن والاكسبرشن داش، فحطيناهم زي ما هم. طب وات اباوت ترم داش؟ ترم داش هنلاقيها موجوده هنا اهي. الحاجه الوحيده اللي انا اقدر اعرفها عن الترم داش من الرولز دي ان الفولو اوف ترم داش انكلودز الفولو اوف ترم، مفيش اي اضافه في اي حاجه ثانيه ظهر فيها الترم داش. لا، كل اللي استنتجته من الرولز ان هو انكلودز الفولو اوف ترم. So I can say that follow of term dash equals follow of term according to this grammatical rules. What about the follow factor؟ هنلاقي ان الفاكتور عندنا ظاهر هنا وظاهر هنا وظاهر هنا، ثلاث حاجات اهم. طب الفيرست الفولو فاكتور بتقول لي it is the first of term dash minus epsilon. What is the first of term dash؟ multiply. تبقى ده موجود في الفولو اوف فاكتور. كمان الفولو فاكتور contains الفولو اوف ترم،
كل الحاجات اللي حسبتها في الترم موجودة معايا. الـ full of factor contains الـ full of term dash. It is the same. كل اللي حسبته في الترم داش هي نفسها اللي حسبته في الترم. يبقى I can say that the full of factor هو نفسه الـ full of term, هو نفسه الـ full of term dash, اللي هي الـ plus and marker bracket, close bracket, added to them, multiply. الـ multiply جت منين؟ في اللي هي إيه؟ first of term dash. الـ first of term dash اللي هي فيها multiply. فانا يا جماعه كل الموضوع اني يعني بطبق الرولز اللي انا عرفت، ثلاثه رولز، الثلاثه رولز اللي انا عارفاهم عن الفولو، بمشي وبطبقهم على برودكشن برودكشن. كل الاستنتاجات اللي اقدر اعملها من كل برودكشن بكتبها بالشكل ده، تمام؟ وبعد ما اخلص كل الاستنتاجات بتاعتي من كل جرامر رولز، برجع بقى ايه احسبهم مع بعض، اجمع اشوف استنتجت ايه بالنسبه للاكسبرشن داش، استنتجت ايه بالنسبه للاكسبرشن، اجمعهم كلهم واكون الفولو. لسه ما عرفناش احنا بنحسبها ليه. احنا حسبنا الفيرست سيت واحنا عارفين بنحسبها ليه عشان نقدر نقرر which production to select. طب تفتكروا انا بحسب الفولو سيت ليه؟ حد عنده اي فكره حتى لو مش متاكد منها؟ طيب انتوا فاكرين لما كان في اوبشنال اكسبريشن وكان في الاوبشن ان هو يبقى يا اما ابسلون يا اما اكسبريشن، ساعتها قلنا لو اللوك اهيد اللي معايا ما بيبقى مش ايكوال اكسبريشن هعتبر الاوبشن اكسبريشن بابسلون. الكلام ده مش صح 100%. انا لازم وانا بقرر ان انا سبستيوت فور سام نون تيرمينال باي ابسلون، لازم ابقى مطمنه ان اللوك اهيد اللي جاي لي، ما هو انا اللوك اهيد اللي جاي لي في البروجرام دلوقتي مش هماتش مع حاجه، انا هسيبه لاني معتبره ان النون تيرمينال اللي انا واقفه عنده ده ابسلون، فمش بماتش بحاجه. بس عشان اتاكد ان السبستيوشن باي ابسلون ده كان صح، لازم اقول ان اللوك اهيد اللي جاي لي من البروجرام كان فولو ذيس نون تيرمينال. فاكوردنجلي اي كان سبستيوت فور ذيس نون تيرمينال باي ابسلون، وانا مطمنه ان الفولو اللي جاي لي في البروجرام can be the follow of this function. عشان كده عشان اقول ان certain non-terminal can be epsilon, I must check that the look ahead is one of the possibilities of the follow of this non-terminal. معايا؟ حد فاهم انا بقول ايه؟ حد يقدر يقول لي انا قلت ايه؟ حد يقدر يقول لي انا قلت ايه يا جماعه؟ طيب انا عندي رول زي كده وانا باكسباند التري واقف عند كلمه اكسبريشن داش، الاكسبريشن داش في التري عليها الدور تو بي اكسباندد. انا عندي حلين، يا اما بلس يا اما ابسلون، ومعايا لوك اهيد في البروجرام. اللوك اهيد ده مش بلس، تمام؟ هو لو كان بلس كنت دايركتلي اعوض برول ده، اتس نوت بلس. هو انا طب هو مش بلس يبقى دايركتلي كده اروح احط ابسلون واكمل؟ لا، انا بقول لك لازم تعمل سام تشيك. ايه اللي هو التشيك اللي هتعمله؟ بما انك قررت انك تعوض عن اكسبريشن داش ده بابسلون، لازم تطمن ان اللوك اهيد اللي انت ماسكها دلوقتي دي اللي هي مش ايكوال بلس، اللوك اهيد دي لازم تطمن ان هي بيلونجينج للفولو اوف اكسبريشن داش. يعني اللوك اهيد اللي جايه لك في البروجرام دي فعلا ممكن تيجي في سنتنشال فورم بعد الاكسبريشن داش، فساعتها دي سينتاكتيكلي تقدر تشيل الاكسبريشن داش وتحط ابسلون وانت مطمن ان السنتكس بتاع البروجرام صح. ليه؟ لان اللوك اهيد اللي جايه لك فعلا according to the grammar ممكن تيجي بعد اكسبريشن داش، يبقى ستيل البروجرام بتاعك مكتوب صح، يبقى سينتاكتيكلي البروجرام صح. الاكسبكتد لوك اهيد اللي انت لسه هتبص عليها دي ممكن فعلا محتمل according to the grammar rules ان هي تيجي بعد اكسبريشن داش، فساعتها دي واي نوت ان انا احط الاكسبريشن داش بابسلون وانا سينتاكتيكلي مطمنه ان اللوك اهيد اللي معايا فعلا ممكن يجي بعد اكسبريشن داش. فانا ستيل السنتكس بتاع البروجرام صح رغم ان انا بعوض بابسلون، تمام؟ يبقى انا مش دايركتلي كده اعوض بابسلون في اي حاجه، لا، لازم اطمن ان اللوك اهيد اللي جايه لي ماتشنج وذ ذا فولو اوف ذا نون تيرمينال اللي انا بعوض عنه بابسلون ده. الدنيا اتفهمت ولا في مشكله؟ يبقى انا اكوردنج للي انا قلته يبقى انا مضطر احسب الفولو لكل النون تيرمينالز اللي ممكن تاخد ابسلون، عشان لما اشوف ان انا مضطر استخدم الابسلون ده اطمن ان الفولو ده ماتشنج مع اللوك اهيد. يبقى كده انا لما اجي اديك مساله
انت مضطر تحسب الفولو بس للنون تيرمينالز اللي بتاخد ابسلون. النون تيرمينالز اللي ما بتاخدش ابسلون انا مش محتاجه احسب لها الفولو، لان انا كده كده ما بعوضش الابسلون، فانا الفولو مش هتفرق معايا. تمام، بس احنا هنلاقي ان احنا واحنا بنحسب الفولو هنضطر نعدي زي ما احنا عملنا كده على كل روز، يعني في معظم الاحيان هنضطر نعدي على كل روز حتى لو احنا وي ار تارجتنج ان احنا نحسب الفولو بتاعت اكسبريشن داش بس، هنلاقي نفسنا بس عشان الريليشن شيبس بنعدي على روز ثانيه. لكن theoretically speaking انت بتحسب الفولو بس للنون تيرمينال اللي ممكن يحتمل ياخد ابسلون عشان تطمن وانت بتحط الابسلون هل اللوك اهيد اللي جالك في البروجرام فعلا موجوده في الفولو، يعني هي صح انها تيجي بعديه ولا اصلا مش صح انها تيجي بعديه، يبقى السنتكس بتاع البروجرام مش صح. يبقى احنا لو رجعنا للاكزامبل اللي فات عشان نبقى ماشيين بيرفكت لازم قبل ما نعوض عن الاوبشنال اكسبريشن بابسلون نحسب الفولو بتاعي. لو الفولو بتاعي بيماتش مع اللوك اهيد اللي جايالي يبقى وي ار دون، يبقى كده ممكن نحط الاوبشنال اكسبريشن ده. اذروايز لا، دي سينتاكس ايرور، لا ما ينفعش، ما ينفعش اعوض عن الاوبشنال اكسبريشن بابسلون جيفن ان اللوك اهيد اللي جايالي اتس نوت بيلونجينج تو ذا فولو اوف ذيس اوبشنال اكسبريشن اكوردنج تو ذا جرامر رولز. معايا يا جماعه؟ يعني ستيل برضو عايزه حد يفهمني النقطه دي، اللي فاهم اللي انا بقوله يقوله لي تاني. منا اللي فهمت قبل كده ان احنا كنا بنقول لو انا مثلا عندي let's say expression A مثلا، ال A ده ممكن يكون B او epsilon، وانا مثلا ما لقيتش ال B ده فكنت بحط ال epsilon على طول. احنا كنا بنقسيهم كده قبل كده، بس ده مش صح عشان لازم اتأكد ان الفولو بتاعه يأكسبت اصلا epsilon. فعشان كده عملنا الفولو ده، والفولو ده بيقول هل انا اصلا بعد كده ممكن يجي لي تيرم تاني يعني في epsilon ولا لأ، ومين اللي انا بحسب الفولو للإكسبريشنز اللي بتقلها epsilon. انما مش بهتم ان انا احسبها للحاجات اللي مش بتقلها epsilon، بس يعني اللي هو بضطر احسبهم بس عشان خاطر بيبقى فيه relationships ما بينهم وكده، فبحسبها مثلا لكل الرولز. تمام، يبقى كل الحكايه يا جماعه لما اشوف نون تيرمينال واحد من ضمن الاوبشنز بتاعته ابسلون وي هاف تو كومبيوت ذا فولو فور ذيس نون تيرمينال. ليه؟ لان انا في لحظه من اللحظات في البارسنج هبقى عايزه اعوض بابسلون، وانا بعوض بابسلون لازم ابقى مطمنه ان اللوك اهيد اللي جاي لي فعلا بيلونجينج للفولو بتاع النون تيرمينال ده، يعني according to the grammatical rules I can follow this non terminal with this look ahead. يبقى انا بقى مطمنه ان هحط الابسلون بتاعي دي speaking البروجرام ستيل صح. انما لو هو اللوك اهيد اللي جاي لي اصلا not belonging to the follow of expression dash مثلا، يبقى لا ما اقدرش اقول ان ده يبقى epsilon وانا كده بعمل حاجه غلط. بعمل حاجه غلط ليه؟ لان اللوك اهيد اصلا مش belonging للفولو بتاع expression dash. So ازاي انت تفترض انك بتحط الاكسبريشن داش على انه epsilon وبتجيب له حاجه تيجي بعديه في البروجرام وفي الجرامر بيقول لك انها ما ينفعش تيجي بعديه. الفولو ست بتقول لك ان اللوك اهيد ده ما ينفعش يجي بعديه. فانت ازاي بتقول ان البروجرام بتاعك كده هتكمل البارسنج فيه؟ ساعتها دي لازم تو ريبورت اسينتكس ايرور. ماشي؟ يبقى مش اي حاجه ابسلون نفك بيها كده وخلاص، هو مش حل كده سحري ان طالما مش ماتشنج مع اي اوبشن يبقى احطه ابسلون، لا لازم نبقى مطمن ان ستيل السنتكس بتاع البروجرام صح. تمام؟ طب يا جماعه هنكمل المره الجايه ان شاء الله. اي سؤال؟